السلام عليكم، اهلا بيكم مشاهدي قناه ملح وسكر، يا رب تكونوا في اتم صحه. بما اننا في الحر والصيف فاكيد محتاجين لوصفه عصير بارد ومنعش، فالنهارده هقدم لكم عصير الموهيتو، او بما ان العصير بتاعنا النهارده اصله من كوبا فممكن نقول موهيتو. وهقدم لكم النهارده موهيتو البرتقال وموهيتو الرمان. تعالوا بينا نشوف مكونات العصير. بالنسبة للموهيتو ففي مكونات أساسية ليه، اللي هي مثلا شرايح الليمون وعصير الليمون وكمان ورق النعناع الأخضر، التلج، المشروب الغازي، وكمان التحلية سواء هنحليه بالسكر أو مثلا بالشربات. أول نوع هقدمه لكم النهاردة هو موهيتو البرتقال، اللي هي مكوناته بتكون شرايح ليمون، ورق نعناع طازج، معلقتين من السيرب أو الشربات بالطريقة طبعا المعتادة اللي احنا عارفينها، يعني مثلا ربع كوباية سكر ليها ربع كوباية من المية، وهيغلوا على النار، وأول ما يبدأوا يغلوا هنضيف ليهم عصرة الليمون والفانيليا ونطفي عليهم ونسيبهم لحد ما يبردوا تماما. وهنحتاج كمان 120 ملي من عصير البرتقال، 50 ملي من عصير الليمون تلج، وبرضو هنحتاج شرايح من البرتقال مع مشروب غازي زي مثلا 7 اب او سبرايت. ويلا بينا نحضر الموهيتو. اول حاجة هضيف للجار ورق النعناع الاخضر، وهبدأ زي ما انتوا شايفين كده بالضغط عليه، عشان ده بيساعد ان الزيوت تخرج من ورق النعناع، وبيدي طبعا مذاق حلو جدا للعصير مع الليمون والبرتقال. بعد كده هضيف 3 شرايح من الليمون، وبعد كده هضيف السيرب، وهضيف عصير الليمون، وهضيف عصير البرتقال الفريش، وهضيف كمان التلج، وهضيف كمان شرايح البرتقال، وهنا هزود كمان شريحتين من الليمون، وهكمل الجار بالسيفن اب. وبعد كده هقلب المكونات مع بعض وهزود تلج على الوش. وهزين الوش بورقتين من النعناع الأخضر الطازج. وبكده نكون خلصنا أول وصفة معانا النهاردة من الموهيتو. ودي طريقة تانية نقدر نحضر بيها أي نوع من الموهيتو، يعني زي ما اتفقنا إن في مكونات أساسية وفي مكونات ممكن نستبدلها بمكونات تانية. أنا هنا في موهيتو الرمان هستبدل السيرب بسكر، وهستبدل عصير البرتقال الفريش بعصير من الرمان. وطبعا تقدروا تنفذوا نفس الخطوات على أي نوع عصير انتوا تحبوه. فبالنسبة لموهيتو الرمان هنحتاج شرايح ليمون، عصير ليمون، عصير رمان، سكر، 7 اب، ومكعبات من التلج، وطبعا ورق نعناع طازج. اول حاجة هضيف ورق النعناع الطازة للكاس، وهبدأ اضغط عليهم زي ما اتفقنا عشان الزيوت تطلع من النعناع وتختلط كويس بالمشروب. وبعد كده هضيف كمان معلقتين من السكر، وهخلط النعناع بالسكر كويس، وبرضو هضغط عليهم عشان زيت النعناع يمتزج مع السكر. وبعد كده هضيف 3/4 ليمونة، وهضيف كمان 5 مكعبات من التلج، وبعدين هضيف 35 ملي من عصير الليمون، وكمان 100 ملي من عصير الرمان، وهكمل الكاس بالسيفن اب.
وهزود تلج وهزود كمان على الوش ورق النعناع وشرايح الليمون. طبعا اهم حاجة في المشروب ده ان يكون فيه كمية تلج كفاية عشان واحنا بنشرب يفضل المشروب معانا سائع وما يسخنش. وبكده تكون خلصت وصفتنا للنهاردة. أتمنى إن هي تكون عجبتكم، ومن فضلكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب لقناة ملح وسكر لو دي أول مرة تشوفوني، واستنوني في وصفة جديدة من ملح وسكر. دمتم في حفظ الله.